النقطة الثامنة اللي كتهم التداول بشأن الترخيص للبناء والزيارات العقارية بالنفوذ الترابي جماعة من طرف رئيس الجماعي لفاس. كاين تهديدات الجسدية وراه كلها عند وكيل الملك ما مسجل كل شيء في الهواتف كل شيء عليه بابتلات وزوار يعني كاين تهديدات جسدية ولن يعبد. كاين حاليا تهديدات قضائية. أنا أنزل القضاء ولكن ولو يهددني قضائيا ويهدوني أصحابه لن يرهبني ولن يخيفني وما غاديش نخاف وما غاديش نحبس وغادي نبقى كنطالب بطبيعة الحال معية جل الساكنة ومعية أعضاء وعضوة المجلس أننا كنطالبوا بحقنا وما غاديش نسمحوا بحقنا. أنا كنقول لكم أنه تهديدات حقيقية أنه راه جميع الشكايات عند وكيل الملك. كيقول تهديدات قضائية أننا غادي ينصبوا لي فخ. أنا مرحبا أي أحد اللي بغى ينصب لي فخ أنا مرحبا به. أنا موجود مستعد ليه ومستعد كنقولها دائما وقلتها دائما وغنقولها دائما وأنا مستعد إذا كانوا غادي يكونوا غيضحيوا براشد الفايق من أجل جماعة ولاد الطيب غادي نكون فرحان ولو كنت جسدي غادي نكون فرحان. كل الاخوان من يسحبهم انه غارطين انه غادي يحيدوا فايق من قدامهم وما غيلقاوش رجالات فرجالات ولا طيب كثراء وغادي يناضلوا ان شاء الله بحول الله من اجل الحفاظ على البلاد. ما غاديش نكسكسوا وما غاديش يرعبونا وما غاديش يخوفونا وما غاديش نخافوا. حنا فوجئنا بالقرار الاخير انه يتبجح ويتباهى امام مجلس انا ذاك ديال النقابات اللي كانوا غادي يسوقوا ويقول انني وزير الداخليه انا انصفني. اول حاجه شيئا كيف وصله الخبر؟ حنا لا علم لنا ما عندنا حتى حاجه ما عندنا حتى علم لا في الاعلام ولا في في في, في, في المرسوم في الجريده الرسميه ما عندنا حتى شي حاجه اللي كتقول انه القرار خرج. كيف يتباهى على جماعه فقيره ويتفطح ويقول انني انصفني وزير الداخليه هو وجاود حمدون؟ هذا عار عليهم انه جماعة فقيره جدا ويتباهوا بانه وزير الداخليه انصفهم بحال شي شخص اللي طوله فيه 2 متر وضرب واحد الولي الصغير نتاع 4 سنين ويتباهى انني ضربت ذاك الولي الصغير وضربته. هذه جماعه فقيره لا حول ولا قوة الا بالله. ما درتيش امين عام بالحزب باش يمكن لك تباها وتضيع جماعة فقيرة وتسني رخاص خارج التراب ديالك وتدخل الحزب رخاص خصهم انت لا علاقة بالاستقلال رخاص خصهم كشخص كحامي شباب رئيس مجلس خصك تحمل مسؤوليتك. وحنا كنلتمسوا وزير الداخلية يتم انصاف فعلا الجماعة. ما هو خطاب سيدنا الله ينصره ما قبل الاخير اللي كيقول توزيع ثروات على الجماعات الفقيره وجماعات يعني متساويين؟ حنا ماشي بغاو يوزعوا لنا، حنا بغاو يديو لنا، بغاو يفقروا الجماعه ديالنا. والان بغاو يديو اكبر عقارات لان فاس تسيرات اكبر عقارات اللي كتبان لهم دابا هي جماعه الجماعة الفقيرة المظلومة المغبونة. ولكن غادي نقولوا لا إن شاء الله لا المجتمع المدني ولا رؤساء جمعية بعد اللقاءات أنه غادي نقولوا لا وغنرفضوا القرار لو كنا غادي نطعنوا فيه. حنا كنلتمسوا وزير الداخلية أنه فعلا ينصف جماعة الوطنية وتصمد الجماعة الوطنية. احنا المنطقة اللي يمكن الجماعة تستفد منها ويمكن لها تحييها هي هذه المنطقة هذه. لأن الفوق حبسنا المطار والأراضي العرشية لتحت حبسنا فاس. ما يمكنناش يكون عندنا شي توسع آخر إلى داونا ذاك القطعة الأرضية. إذا احنا إخواني لابد النظر كيرجع للإخوان الأعضاء. أنا أحبذ أننا نلتجئ إلى سيدنا الله ينصره. إن هذا
هذا الجبروت اللي بغى يهف على الرضي بغى نقول له لا، وليتباهى كما جاود حمدون ما انه انصفنا. ما هو انك جماعه فقيره بغيت تفقرها بغيت تقتلها، ما غيسامحك لا الله ولا العبد. وتشوف في التاريخ اننا غادي نشوفوا هادشي في التاريخ في عهد محمد السادس الله ينصرو، حنا ما غاديش نسكتوا وغادي نلتجئوا لسيدنا الله ينصرو. نحن نلتجئ لسيدنا الله ينصرو. من قلنا سيدنا الله ينصرو انا حنا عبيد ديال سيدنا. هنا ربما اطلت عليكم، ربما ذكرت بحرقه، ذكرت بمراره، لانه فعلا نحس بالظلم والغبن لهذه الجماعه الفقيره. عوض يساعدونا، عوض يساعدنا رئيس مجلس الجامعي لمدينه فاس، بغى يلفنا، بغى يدينا لاهداف غير معروفه وربما معروفه، لكن حنا غادي نقولوا لا. وانا مستعد كنقولها مره ثانيه له هو ولاصحابه، مستعد من غدا الى بغاو يلفقوا لي تهمه انا مرحبا بها، وغنكون جد ناشط مغدا الى بغاو يديروا عين قادوس، الى كان شباط عنده بيدو عين قادوس سوات واصحابه، انا مستعد ان اكبل انا يدي وتبع عين قادوس، وما غاديش نسكتوا. وجميع ساكنة والطيب ما غاتسكتش، ما غاتسكتش، انما غنسكتش على هذا الظلم. اننا حنا اخوة ربما خديت قلت لك كلمة ما اكثر، ولكن بغيت نفتح النقاش هذا النقطة اذا كان شي تدخل عند الاخوان، وعاد في التالي ناخذ ديك الساعة تقرا شكون اللي سيتويتي. هادو ولاد الحال اللي غادي يدافعوا على حقوقهم وغادي يبلغوا قضايا الجهات المسؤولة على المستوى الوطني. حنا ما غاديش نتبعوهم وما غاديش نتبعوهم، وغادي نرفضوا وغادي نرفضوا، وغادي كما قال الاخوان كاملين، عبد ربي هو اللي يقيم يهدوني بالقضاء ولا يهدوني بالجسد. انا مستعد اول 10 مرات باش نكون ضحيه لهم ورجل لجماعه الوطني وللدفاع عن جماعه الوطني. انا مستعد، انا من اليوم مستعد، مش هما الباع مستعد. وهددوني ولن يخفي، هذا كيزيدني شجاعه، وما غاديش نسكتوا على هذا الشيء وما غاديش نعمل. شكرا سيدي الرئيس، غير نوضح بان الاشكال ماشي اشكال مساله انتخابيه، لان اصلا البوبيلاسيون ديال تما كثافه السكانيه ديال ديك الجهه قليله. المسألة اللي كاينة مشكل ديال الثروة، كاين تهافت على الثروة ديال جماعة الوطنية. فأنا مع السيد الرئيس، مع الإخوة الأعضاء، مع المجتمع المدني. وكنقول من هذا المنبر هذا، راه غادي نحتجوا، غادي نحتجوا بقوة، ما كيهمناش التهديدات من مرة تجي من أي ناحية. وراه كاين صاحب الجلالة ومازال كنكررها مرة ثانية. إلا ما بغاش يصلح حتى شي حد، كاين صاحب الجلالة اللي ما غاديش يصلح. واحد الإضافة بسيطة حول التقطيع اللي كيزعموا أنه راه تم التقطيع بلا أنك رصدنا الجهات المعنية. نذكروا السيد وزير الداخلية مشكورا أنه كان التزام ديال وزارة الداخلية في 2013 كينص على أنه لا يمكن أن يقع أي تقطيع ترابي الا بعد انتخابات ممكن. شكرا سي احنا بالنسبه لنا مازال نوضحوا واحد الامور اللي هي الاخير، هو ان المسائل ديال التقطيع الترابي انه اليوم 23 فبراير 2014 كسرتنا الوكاله الحضريه عبر الولايه ان بلون داميناجمون نتاع المحيطه، الجماعه المحيطه التابعه لجماعه قرار الوطني حتى 23 فبراير، وكتعترف بنا لا السلطه المحليه ولا الوكاله الحضريه بانه تراب تابع لجماعه الوطني، وما غنسمحوش بالتقطيع حاليا، ما غنسمحوش وما غاديش نقبلوه، ومهما كلفنا الثمن،
لا جماعة ولا ولا ساكنة ولا مجتمع مدني، ما غاديش نكتو. وحنا آخر مطاف كما قالوا الإخوان كامل، حنا غنلتجئوا لصاحب الجلالة الله ينصرو. وافقا لجلسة القرار لجماعة القرطين في إطاراته العادية شهر أكتوبر 2014 على تقديم طلب للسيد رئيس الحكومة خصوصا إفادة جنان التحقيق لتفصيل الحقائق حول التراخيص بالبناء والجزيئات بتراب الجماعة بطرف المجلس الجماعي رئيس المجلس الجماعي لفاس، كما ناشد السيد رئيس المجلس والأستاذ الأعضاء بتوجيه استحقاق من الكتاب الشريفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه قصد الأخذ بعين هذه الجماعة الفقيرة في مواجهة جماعة الحضرية الكبار في شخصية رئيسية. ممتنع؟ لا أحد. معارض؟ لا أحد. إذا نقوم بالإجماع الإخوان غادي نمشيو كتاب إن شاء الله للأعتاب الشريفة جهة الملك محمد السادس إن شاء الله بحول الله لإنصاف الجماعة، ولنا اليقين إن شاء الله ما نكونوش حنا مغرورون ولكن اليقين أننا حنا أصحاب حق، نحن أصحاب حق أننا غادي نتنصفوا إن شاء الله بحول الله.